مساء الخير. اليوم وصفتنا كده راح أخذكم معايا إلى بلاد ما وراء النهرين، وتحديدا إلى سمرقند. راح نعمل رز سمرقندي. سمرقند هي مدينة في أوزبكستان، يعني أوزبكستان هي يعني دولة فيها مدن كثير، سمرقند، بخارة، طشقند، قوقند، كل عرق من هدول ليهم أكلات مميزة، مميزة يعني بدي المدينة. فالرز البخاري مو واحد نوع، يمكن اللي انشهر هنا اللي هو زي الكبسة، لونه كده برتقالي مع الطماطم، لكن هو أنواع كتير، في شيء بالكوسة، في شيء بالبطاطس، في شيء بالجزر وبدون طماطم زي اليوم اللي راح نسويه، وراح يكون فيه مكون حلو اللي هو السكر. راح نشوف الطريقة مع بعض. الطريقة جدا سهلة ومن الوصفات اللي كنت عملتها زمان، بس ما عملتها بقدر الضغط الكهربائي، عملتها بقدر عادي. دحين راح نسويها بطريقة سريعة وسهلة. وبطل وصفتنا لليوم قدر الضغط الكهربائي من هوم إليك، وهوم إليك ماركة حصرية لدى قصر الأواني. هذا القدر الفنان، هو الشيف في بيتك، ضروري يكون في كل بيت حقيقي، من الأجهزة اللي صارت ضرورية في كل بيت، بيوفر عليك جهد ووقت جدا كبير. مواصفات القدر إنه فيه له شاشة لمس إلكترونية، وعاء داخلي يتشال ويتغسل، الشكل الخارجي مصنوع من الاستيل، الجهاز جدا آمن لفتح وإغلاق الغطاء، 1300 واط وعليه ضمان 3 سنوات. كل أجهزة هوم إليك عليها ضمان 3 سنوات. المقادير عندنا: أرز مزة يتغسل ويتنقع بموية عادية فاترة لمدة ساعة، عندنا لحم بعظم، عندي بصل مقطع الشرايح، جزر، أنا أقطع الجزر بالسكين. ليش بالسكين؟ حلو الجزر لما يبان في الرز، لما تبشري يعني كويس، يوفر عليك الجهد، لكن صراحة التقطيع اليدوي أحلى أحلى. حلو الجزر يبان في الرز، ما يضيع ويدوب ويختفي. راح نحتاج كمان للبهارات العدلة اللي هي قرنفل وهيل وقرفة. قرنفل في الأخضر، راح نحتاج سكر، وراح نحتاج ملح، وعندنا هنا أنصاف لوز راح نقليه أو نحمصه للزينة، وكمان زبيب للزينة. طيب يلا بسم الله نضيف الزيت، نضيف كمية وفيرة. طيب في القدر حطينا زيت، شغلت القدر على زر اللحم، ودحين نضيف البهارات العدلة اللي هي القرفة والهيل والقرنفل. شوية كده نحمس البهارات العدلة هذه كده، وبعدين نضيف البصل. يلا بسم الله البصل. دحين حخلي البصل يشقر شوية، وبعدين أنزل اللحم. طيب البصل عندنا هنا، شوف كيف شقر، راح أضيف دحين اللحمة. هقلبها وأخليها تتقلقل كده مع الزيت والبصل ويتغير لونها. دحين حضيف الملح. تقليبتين كده خلاص اللحمة تقلقلت، تمام. أقلبها كده مع الملح شوية، وبعدين أضيف موية ساخنة. نضيف الموية الساخنة، بسم الله. دحين راح أضيف الغطاء، تمام، وأتأكد إنه الصفارة خلاص قفلتها على فوق، وراح أترك القدر ينضغط على زر اللحم لمدة نص ساعة. طيب شوفوا هنا زر اللحم، من يوم ما ضغطته البريشر هاي وعلى المور، انت كل ما تضغط زر اللحم في كل مرة حيجيكي برمجة غير، يعني لها اكتر من برمجة، وممكن انت تتحكمي بالبرمجة من هنا،
تزود الدقائق، تزود الساعات، مستوى الضغط، اضطهي بالضغط. هنا تقدري انت تتحكمي تحكم يدوي او تختاري من الازارير هذه اللي مبرمجة وجاهزة، فكل مرة تضغط الزر بيعطيكي برمجة غير. ثلاثة برمجات موجودة على زر اللحام. تدروا انه دي الوصفة اول ما تعلمتها اتعلمتها من ماما الله يعطيها الصحة والعافية، علمتني هي وقالت لي يا بنتي سويها في دورات البخاري لما انا كنت اسوي الدورات، واول ما عملتها حقيقي ما حد كان يعرفها، يعني تقريبا الوصفة ما حد يعرفها بعد كده، رغم انه كانت الدورة خاصة بس لقيت ناس صوروها ونزلوها في اليوتيوب. بعدها جاني احباط، عشان كده كمان هذا سبب من الاسباب اللي خلاني اوقف دورتي، انه ناس ما اخذت انه بعين الاعتبار الدورة خاصة، هذا سبب. والسبب الثاني انه من جد صار نفسي انه لما اعمل دورة تكون معتمدة، واتمنى انها تكون حضوري يعني. فوقفت الدورات وبدأت أصور خلاص الوصفات، وصورتها وبدأت أنشرها رز السمرقندي. بعدين أنا مبسوطة مرة إنه كل أحد صار يسويها بطريقتي، وهذا الشيء يسعدني ما يزعلني، بالعكس مرة كنت مبسوطة بطريقة ماما الله يسعدها ويكتب أجرها. طبعا الدورة عشان كانت خاصة أنا ما صورت ولا نزلت في اليوتيوب شيء من الدورة يعني، بس لما شفت المشتركة دي نزلته على اليوتيوب فخلاص صح جاني إحباط، بس قلت خلاص هذه إشارة إنه يا أفنان سوي لا تسوي دورات وخلاص، هذا الطبخ كله صوري وحطيه على السوشيال ميديا خلي الكل يستفيد، ليش أقعد أسوي دورة وأقول لهم لا تنشروها وأبغى أسترزق من الوصفات وفي الأخير بتنتشر يعني. فما حاسبت أحد ولا حاجة، وكلت أمري لله وبدأت أصور، والحمد لله يا رب مبسوطة مرة إنه الوصفة انتشرت، الرز السمرقندي. وطبعا اليوم أنا راح أختصر خطوة الجزر اللي كنت أسويها أول، حختصرها عشان يعني خلاص يصير بس خطوة طبخ الرز مع الجزر وخطوة اللحم والسكر، يعني حتصير في خطوتين بدل ثلاثة خطوات. طيب بعد ما انتهي الوقت نفرغ البقار. بسم الله. دحين حنشل اللحمة في صحن على جنب. بسم الله. ما شاء الله في نص ساعة واللحمة مستوية ما شاء الله تبارك الله. المرق لو حابة تصفيه صفيه، بس أنا أساسا يعني الأصل ما يتصفى وأنا أصلا ما أحب أصفيه. طيب قبل ما أرمي الرز لمرق اللحم راح أكرمل السكر في صاج كده، أضيف السكر بدون تقليب. شوفوا ما تقلبوا السكر أبدا، الحركة الوحيدة اللي مسموح تعمليها إنك تحرك الصاج يمين ويسار، لكن تقليب لا ما يحتاج بهذه الطريقة. أول ما يتكرمل السكر على طول نضيف اللحمة اللي نشلناها. وأضيف كوب من المرق، من مرق اللحم أخذت كوب وراح أضيفه وأخليه يتقلب كده مع السكر وشوية المرق وياخذ لون السكر. قلب اللحمة في السكر المكرمل وشوية المرق اللي أضفتيه إلين ينشف المرق، هذا ينشف تمام؟ وبكده يكون اللحم اتقلب في السكر المكرمل واخذ نكهة جبارة مرة. لا تشيلوا هم طعم السكر، ما راح يضايقكم، بالحلاوة خفيفة مرة ما حتحسوا فيها وحقيقي مميز، جربوا راح يعجبكم. شوفوا كيف المرقة خلاص نشفت، شوفوا نشفت، هذا بس بقي الزيت واللحم اخذ لون السكر. خلصنا هذه الخطوة وراح نرجع نرمي الرز في مرق اللحم.
طيب دحين حرمل رز المصفى من موية النقع. شوفوا كمية المرق تكون فوق سطح الرز بأصبع. راح أكتب لكم المقادير، بس دايما أبغاكم تعودوا نفسكم على النظر، يعني تشوفوا يمكن المقادير تكون غلط أو في يوم ضيعت المقادير، يصير أنت حافظة عارفة كيف شكل المرق مع الرز، ما يكون مرة كثير عشان لا يعجن. وطبعا هذا الرز اللي أنا مستخدمته اليوم نوع المزة. طيب راح أضيف دحين الجزر كده من ناحية واحدة بدون تقليب، خليه كده. طبعا أنا مشغلة القدر دحين ولسه ما حطيت الغطاء. شوفوا الرز بسرعة حيشرب المرق. رص اللحم جنب الجزر برضو بدون تقليب زي كده، حطيه فوقه بدي الطريقة. دحين راح أضيف الفلفل الأخضر زي كده، أغرسه. شوفوا كمية الرز للمرق، حالة الرز دحين لسه ما استوى، يعني يمكن نص استوى أو أقل. حغطي الغطاء، أسك الصفارة وأضغط الرز على زر الأرز. دحين أوريكم. طيب دحين أنا عندي هنا كنت مشغلة زر اللحم، إلين حطيت الرز اللحم الجزر الفلفل ووزنت الملح، طبعا دقت قبل أي شيء. دحين عملت إلغاء وأضغط على زر الأرز. زر الأرز لما تضغطيه أكثر من مرة يديكي 3 برمجات. راح أختار 15 دقيقة البريشر لو والطهي بالضغط مار، تمام؟ ليش أخذت 15 دقيقة بدل 12؟ لأنه في مرق في الرز. لما كنت أحط الرز عشان الكمر كنت أستخدم أبو 12 دقيقة، دحين حطيت أبو 15 دقيقة. هتشوفوا مع بعض النتيجة قد إيش تجنن والرز نثري. مرت 15 دقيقة وجاء الوقت اللي نشوف فيه طبختنا. نفتح الصفارة، نفرغ الهواء ونفتح الغطاء. يلا بسم الله، ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده تفتح النفس. نغرف نشوف الشكل النهائي. يلا بسم الله. خلوا بالكم الرز نثري يجنن. للزينة لوز مقلي، زبيب مقلي، طبعا ايش حسب الرغبة. والرز البخاري السمرقندي صار جاهز، حاجة كده سهلة ولذيذة وتواجه مرة جنن. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم، حاجة مختلفة عن الرز البخاري اللي تعرفوه. ولو عملتوه بالدجاج حيكون بنفس الطريقة، تكرملي سكر، تنشيل الدجاج، تحطيه لين ياخد لون السكر وخلاص. بالعافية عليكم. ولو عملتوه بالدجاج حيكون بنفس الطريقة، تكرملي سكر، تنشيل الدجاج، تحطيه لين ياخد لون السكر وخلاص. بالعافية عليكم. حقيقي ولا غلطة. شوفوا اللحمة كيف مهرية بدون ما اتكي على الملعقة اصلا بتنفصل. شوفوا شايفين؟